القوات الخاصة الشيشانية الروسية، وينطلق الآن قوي ومشاركة قوية للفريق الروسي الشيشاني الآن. والله الله، اثنين قناصة اتجاههم إلى الرماية الآن والقنص، والثلاثة عبر المدرعة والسرعات. الآن يعتبر هذا لحد هذه اللحظة أهداف ثلاثة أهداف سريعين رائعين. نعم هذا الفريق، إن هذا الفريق يستحق الإشادة بالأمانة الآن فيما يقدمك. خمسة أهداف متحرك فريق الشيشاني. لاحظ الصورة، واحد واحد خلصها، خلص 36. هذه هي القناصة أنهوها بسرعة خيالية فائقة، دقيقتين واربعة وعشرين ثانية. دخلوا في التحدي الكبير وينهون الآن 36. أفضل رقم قياسي، عودة للفريق الآن. نعم عودة للفريق، هذا الفريق المميز إذن. نعم للفريق الآن. نعم رقم قياسي لهذا الفريق الشيشاني. نعم دقيقتين وثمانية وخمسين يحطم نعم الشيشان، والله كان متوقع. نعم الشيشان الآن فريق الشيشان التكتيكي، أفضل رقم لحد هذه اللحظة دقيقتين. الله أكبر. أشبعت نام نمزع وبوغو ياتو تاك ويبيدري نمزع بو ويبيدري دو ليزوش بو كوان بيش بو كدو ويبوكع سكع ويسرين ويشتو بوكع ودنيا هذا هذا الله إن شاء الله. نعم والله أخو ماتسيلا الله أكبر. المتابعين كلها ونشوف أيضا حضور قوي وأداء ممتاز. نعم تخطى عملية الأقنعة، يو رقم قياسي أقل من 10 ثواني، والآن التعامل مع الأهداف. الله رقم جديد الآن هذا الفريق الشيشاني. برافو أداء مذهل. نعم أداء مذهل، أفضل رقم لحد الآن. قوية وبرقم جديد، قوة خاطفة، استطاع أن الفريق الشيشاني من روسيا في الصورة الآن كما زيلو الله أكبر. مستوى الانطلاق إذن. أحمد سيلا تكبير الله أكبر.